السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، ومع مراجعة عما على منهج شهر نوفمبر. ونبدأ مع بعض. أولا التعبير، طبعا جالنا في شهر اللي فات تعبير وظيفي وتعبير إبداعي. التعبير الوظيفي جالنا اللافتة، ومثلا لو قال لي اكتب لافتة تحس فيها زملائك على المحافظة على نظافة مدرستك، طبعا لازم اكتب فيها اسلوب امر او نهي، حافظوا على مدرستكم فهي بيتكم الثاني، وطبعا انا بحطها في البرواز. ثانيا القراءة، من موضوع ذكاء صبي: يا امير المؤمنين، انما المرء باصغريه قلبه ولسانه، فاذا منح الله عبدا لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد اجاد له الاختيار، ولو ان الامور بالسن لكان ها هنا من هو احق بمجلسك منك. اختر الإجابة الصحيحة. أول حاجة كلمة مرادف جادة، طبعا جادة يعني أحسن الاختيار. لماذا أتت الوفود عمر بن عبد العزيز؟ طبعا لتهنئه بالخلافة، أو لأن الخلافة أفضت إليه. من قصة علي مبارك: كان كاشر الوجه وقاسي الطبع يضرب الأولاد بالعصا لمن تسبب. تنسب هذه الصفات السابقة طبعا للشيخ أحمد أبو خضر. عندي من موضوع المنصور والطيور، هنا بيقول لي: هات مرادف كلمة الهم، طبعا يعني الحزن. لماذا حزن التاجر حزنا شديدا؟ طبعا لأنه فقد سرة أمواله. من قصة علي مبارك: على ما اتفق الكاتب والمأمور، طبعا بعد أن أخذ علي مبارك ماله عن الشهور التي عمل بها، طبعا اتفق على الانتقام من علي مبارك الجريء الذي لا يخاف أحد. من موضوع المنصور والطيور تاني: معنى كلمة استحسنه، طبعا يعني أعجب به أو وجده حسنا. أي الأماكن قصدها التاجر؟ طبعا موجودة فوق، يقول لي: ذهب أحد تجار الجواهر من عدن إلى بغداد، يبقى كان قاصد يعني رايح لفين؟ رايح لبغداد. من قصة علي مبارك: لماذا كان الشيخ مبارك وأسرته في حيرة من أمر علي؟ طبعا لأنه لم يستمر في كتاب الشيخ أحمد أبو خضر، كما أنه ترك الكتاب ولا يرغب في أن يفرض أحد عليه رأيه. من موضوع المنصور والطيور هنا لازم أقرأ برضو القطعة كويس. عندي هنا: ما سبب ذهاب التاجر إلى قصر المنصور؟ طبعا ليبيع له الجواهر والأحجار الكريمة. بكم باع التاجر المجوهرات للمنصور؟ طبعا هنا اعطاه 100 دينار. طيب عندي بعد كده: انصرف التاجر مسرورا بينما هو في طريقه الى شاطئ النهر، وكان اليوم قائدا اراد ان يتبرد. طبعا كلمة قائدا هنا المقصود اللي هي معناها شديد الحرارة. اراد ان يتبرد بماء النهر، فوضع ثيابه وتلك السرة على الشاطئ ونزل الى النهر، فمرت حداء فخطفت السرة وهي تحسبها لحما، وطارت في الأفق، وطبعا الأفق اللي هي جمعها الآفاق وهي منتهى البصر، ذاهبة بها. معنى هات مرادف كلمة انصرف، طبعا يعني ذهب، وجمع كلمة طريق طرق، ومضاد كلمة قائدا هنا باردا. صف شعور التاجر بعد أن باع المجوهرات، طبعا كان يتملكه السرور. إلى أين اتجه التاجر بعد أن باع المجوهرات؟ طبعا اتجه إلى النهر ليتبرد بالماء لأن الجو كان قائدا. هنا بيقول لي: فعجب المنصور من ذلك وقال: لقد علمنا بما قلته للناس. طبعا دي بتاعت الرجل الأمين، ولك منا مكافأة على ذلك. ثم أعطاه 100 دينار. طبعا هنا هات مضاد كلمة علمنا، يبقى جهلنا. مفرد كلمة العباد العبد، مرادف كلمة تعجب يعني توقع. سؤال به: لما تعجب المنصور من الرجل؟ طبعا لأمانته. بعد كده عندي هنا من ذكاء صبي: دخل الحسن بن الفضل على أحد الخلفاء وعنده كثير من أهل العلم. مفرد كلمة الخلفاء الخليفة، جمع كلمة العلم العلوم، ومضاد كلمة كثيرة طبعا هنا أو كثير، ده مضادها قليل. من كان عند الخليفة عندما دخل عليه الحسن بن الفضل؟ بكان عنده كثيرا من أهل العلم. ماذا أحب الحسن بن الفضل أن يفعل؟ طبعا أراد الحسن بن الفضل أن يتحدث. السؤال اللي بعده: ولما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز أتته الوفود فإذا فيهم وفد الحجاز، فنظر عمر إلى صبي صغير وقد أراد أن يتكلم،
هات معنى كلمه افضت يعني انتهت، مفرد الوفود الوفد، وجمع كلمه الصبي طبعا الصبيه والصبيان. من الذين جاءوا الى الخليفه عمر ابن عبد العزيز؟ طبعا هنا كان اتته الوفود. ماذا قال الخليفة عمر بن عبد العزيز للصبي وماذا كان رد الصبي عليه؟ طبعا هنا قال له الخليفة عمر بن عبد العزيز: ليتحدث من هو أسن منك. طبعا كان رد الصبي طبعا قال له: يا أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه، فإذا منحه الله قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد أجاد له الاختيار. بعد كده عندي من موضوع زيارة ومفاجأة، هنا بيقول لي: الذي وجدته غاية في الجمال والنظام والطرقات واسعة ونظيفة والمكان هادئ تماما. طبعا دي كانت بتتكلم على مستشفى 57-357 لعلاج مرضى السرطان. بيقول لي: هات معنى كلمة غاية، وغاية يعني منتهى، وطبعا بيبقى ليها معاني تانية زي كلمة هدف. ومضاد كلمة الجمال القبح، مفرد طرقات طرقة، جمع المكان الأماكن. ما المكان الذي تصفه القطع السابقة؟ طبعا مستشفى 57-357، ونكتب الأرقام صح. لماذا ذهبت مريم إلى هذه المستشفى؟ طبعا ذهبت مريم لزيارة المرضى وأن تقدم لهم هدية. وفجأة لمحت مريم من خلف الزجاج مريضة جالسة في هدوء فوق سريرها، وقد ضمت ركبتيها إلى أسفل ذقنها، متطلعة إلى جدران حجرتها في المستشفى في شرود لم تقصد مريم، لم تصدق مريم عيناها. هات ما يأتي. معنى كلمة شرود؟ طبعا شرود هو عدم تركيز. مضاد كلمة أسفل أعلى، مفرد جدران كدار، جمع كلمة سرير سرائر وأسرة. من التي لمحتها مريم من خلف الزجاج؟ طبعا لمحت صديقتها فاطمة. كيف تقابلت مريم وفاطمة وكيف تفرقا؟ طبعا تقابلا في مستشفى 57-357، وتفرقا بعد أن وعدتها مريم بزيارتها مرة أخرى الأسبوع المقبل. من نص الطماع والدجاجة بيقول لي: هات معنى كلمة ظن، يبقى اعتقد معنى كلمة عزا اللي هي قوة، وقبضة طبعا هي معناها قوة ولكن المقصود بها الغنى، أنا أكتب الاثنين. قبضة يعني مسك، كلمة حضراته يعني فناء بيته. ماذا كان يمتلك هذا البخيل؟ طبعا كان يمتلك دجاجة تبيض له بيضة من ذهب. ما الميزة في دجاجة البخيل؟ طبعا بأنها كانت تبيض له كل يوم بيضة من ذهب. ما الذي ظنه البخيل وماذا فعله؟ طبعا ظن بأن الدجاجة بداخلها كنز، وطبعا وقام بشقها نصفين. ما سبب انقلاب حال الطماع من الغنى للفقر؟ طبعا ان هو الطمع. اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين. معنى كلمة ظن، ظن هنا يعني اعتقد، وجمع كلمة سكين جمعها طبعا هنا سكاكين اللي هي تاني واحدة. بعد كده عندي مضاد كلمة يمينه يبقى شماله. من نص أخي الإنسان هنا بيقول لي: هات ما يأتي. معنى كلمة جوهرك، وكلمة جوهرك يعني أساسك، جمع كلمة المشرق المشارق، وجمع كلمة المغرب المغارب. من قائل النص؟ طبعا هو الشاعر عيسى النعوري، وطبعا جنسيته فلسطيني. إيه هي أهم أعماله؟ زي مثلا طريق الشوك. ما الذي يدعو إليه الشاعر ويتمناه؟ طبعا يدعو الشاعر السرعة والمبادرة في استجابة دعوته حينما يمد يده فيجد من يسلم عليها، وطبعا وما يتمناه طبعا اللي هي أن تنتشر السعادة والمحبة والأخوة بين الناس. بعد كده نخش على النحو. أول حاجة بيقول لي: المدرسة تهتم بأبنائها، تعودهم العمل المتقن وتشجعهم على الابتكار حتى لا يضيع أمل الأمة في أبنائها. لقد أصبح تلاميذنا هم الغرس الذي نغرسه كل يوم لينمو أملا في بناء مستقبل أفضل. طبعا أول حاجة بيقول لي اعرب ما تحته خط. هنا عندي إن المدرسة، يبقى المدرسة هيبقى اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بعد كده كلمة الابتكار، على الابتكار يبقى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. بعد كده يضيع أمل، طبعا يضيع هنا فعل، يبقى جملة فعلية، يبقى أمل هو اللي هيضيع، يبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بعد كده بيقول لي استخرج حرف خبر لحرف ناسخ، وخبر الحرف الناسخ يعني إن وأخواتها. يبقى عندي إن المدرسة تهتم، يبقى تهتم هي هتبقى خبر،
الحرف الناسخ ونوع جملة فعلية. اسم الفعل ناسخ، طبعا الفعل الناسخ يعني كان وأخواتها. أنا عندي هنا أصبح تلاميذنا، يبقى تلاميذنا هيبقى اسم للفعل الناسخ. عايز مضاف إليه، يبقى هنا أمل الأمة، الأمل بتاع الأمة، يبقى الأمة هنا مضاف إليه. المبدعون أفكارهم متجددة. الخبر في الجملة نوعه، طبعا المبدعون هنا المبتدأ، أفكارهم متجددة كلها على بعض هيبقى خبر نوعه جملة اسمية. المهندسان بارعان، أدخل على الجملة السابقة حرف ناسخ وغير ما يلزم. طبعا هنا الحرف الناسخ يبقى إن وأخواتها، بتخش على الجملة الاسمية بتنصب اسمها وبترفع خبرها، يبقى إن المهندسين بارعان، هتنزل زي ما هي، هي اللي هنصوبها. كلمة المهندسان هتبقى المهندسين، لأن هي مثنى تبقى منصوبة بالياء.